السلام عليكم ومرحبا بكم في ملخص الجزء السابع من أنمي كيمي زيرو. لهذا لو ما شاهدت الأجزاء السابقة عليك مشاهدتها قبل مشاهدة هذا المقطع، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك، وأهم شيء صلوا على الحبيب. ويلا بينا. ترك الدروس التحضيرية وخرج بسرعة كالأحمق، وأخذ قطار وذهب بأسرع ما لديه للبحر، وكان يقول أنه أحمق وغبي لأن رونا مسامحة دائما ودائما ما تضع مشاعره أولا، وهو حتى الآن أخذ لطفها كأمر عادي وقام بتخفيض حضره، لهذا هو حقا غبي. وأصدقائه أرسلوا له عنوان المكان الذي تتواجد فيه، وهناك عندما وصل للبحر بدأ يبحث عن المكان ووجده، لكن عندما وصل لاحظ أن ذلك الشاب الذي رآه في الصورة متواجد مع رونا، لكن هو عندما لاحظ ريوتو جاء عنده وقال له هل تريد أن تسبح لأن الوقت تأخر. لكن رونا ويامانا عندما لاحظوا ريوتو تفاجأوا وقالوا له ما الذي تفعله أنت هنا؟ ليقول لهم أنه يريد أن يتحدث معهم لكن يظن أن الوقت ربما فات. ليقول له ذلك الشاب هل أنت هو الحبيب الذي كانت تتحدث عنه رونا؟ لابد أنك أتيت في القطار، لهذا استغرقت الكثير من الوقت لتصل، وهذا سبب تأخرك على ما أظن. لكن ريوتو كان متفاجئ ومستغرب من الأمر. ليقول له ذلك الشاب أنه يعتذر، لم يعرف عن نفسه لحد الآن، وهو سعيد للقائه واسمه كوروسي ماو وهو عمرونا، وشكره على الاعتناء ببنت أخيه. وفي تلك اللحظة تفاجأ لأنه فعلا حمار، كان يظن أنها قامت بتبديله، لكن في الأصل عمها هو الذي كان معها، لهذا قرر أن يجلس مع رونا ليتحدثوا. لكن يامانا قالت له لا أهتم كيف عرفت مكاننا، لكن كيف تجرؤ على المجيء إلى هنا؟ وإن لم يعجبني جوابك سأنزل عليك بالضرب. لكن جاء العم وقال ليامانا أنه كانت تقول أن لديها عمل طارئ، ألم تتأخر؟ وفعلا هي كانت سوف تغادر، لهذا هو قال لها أنه ليس عليها أن تقلق لأنه لو رآها تبكي سوف يأتي ويخنق ريوتو، لهذا ليس عليها أن تقلق. وفي الأخير بقوا لوحدهم ليحكي لها كل الأمر بأن ماريا هي البنت التي رفضت موعدته في الإعدادية، وهو يعتذر لأنه لم يستطع إخبارها من قبل، لكن هو لم يكن يحاول إخفاء الأمر عنها. لكن في ذلك اليوم الذي عادوا فيه من البحر ماريا أخبرته أنها تحبه، لكن هو رفض وأخبرها بأنه يحب رونا. بعدها هي بدأت تبكي وظن أنه في تلك اللحظة أحد ما قام بالالتقاط صورة لهم، وهو لن يخترق الأعذار، هو يعلم أنه قام بالكثير من الأمور الغبية التي أدت رونا وجعلها تقلق، وهو آسف جدا على ذلك. لتقول هي أنه هي من كان عليها أن تعتذر ليس هو، لأنه هو ليس مثل بقية الرجال، لهذا هي تظن أن لا أحد مخطئ، وهي تعلم لماذا وقعت ماريا في حبه. هي تعلم أنها تبدو قوية لكنها حساسة ونقية حقا، وإن اعترفت بمشاعرها فذلك يعني أنها جادة حقا، بالإضافة إلى أنك بقيت معها عندما كانت تبكي. ليقول هو نعم وأعلم أنني قمت بفعل طائش لأن الناس سوف يفهمون ذلك بشكل خاطئ. لتقول له هي لا بل العكس، أنت كنت تحاول أن تكون طيب معها فحسب كما تفعل معي دائما، لهذا لم تتخلى عنها عندما كانت تبكي، وكأختها الكبيرة ذلك يسعدني حقا وشكرتها على ذلك. ليقول لها هو أنه لم يكن يستطيع أن يتواصل معها طول هذا الوقت. لتقول له أن هاتفها انكسر عندما أوقعته وهي أحضرتها معها، لكن لا يوجد أي متجر هنا يصلح الهواتف، لكن في البلدة المجاورة أمس وجدت واحد وسلمتها الهاتف لكي يصلحه. ليقول لها هو هل تقصدين أنك لم تكوني غاضبة مني؟ وهو في تلك اللحظة عندما سمع جوابها ارتاح، وهي قالت له أنه كانت خائفة حقا من أن تسأل عن هذا الأمر، بالإضافة إلى أنها كانت سعيدة جدا منذ أن بدأوا يتواعدون، ولم تكن تفكر في الأوقات التي تعرضت فيها للخيانة، لكنها صارت تشعر بالإحراج الشديد عندما أدركت مدى الألم الذي قد يشعر به، وخافت كثيرا أن تعرف الحقيقة. لكن هي قررت أنها تريد أن تواصل مواعدته مهما حدث، وقررت مواجهة الحقيقة، لهذا أخذت هاتفها أخيرا لكي يتم إصلاحه. لكن قبل أن يصلح هو جاء عندها وقام بقطع كل هذا الطريق إلى هنا لكي يراها. بعدها هي تذكرت أن تسأله كيف استطاع أن يجدها، لكن هو شرح لها الأمر. بعدها هو لم يستطع أن يعود لمنزله الليلة لأن الوقت تأخر، لهذا قرر أن يأخذ هذا الأسبوع عطلة عند عائلة رونا، وقرر أن يذهب معهم إلى بيت جدتها. بعدها رونا سألت هل سوف يبقى معها طول الصيف، لتقترح عليه أن يحصل على وظيفة بدوام جزئي في لونا مارين، وعندما يكونان متفرغان سوف يلعبون في الشاطئ، حتى أن هناك مهرجان قادم، لهذا عليهم أن يقضوا أفضل صيف على الإطلاق. هو وافق على ذلك وهي كانت متحمسة جدا لذلك، وقال
عندما رآها متحمسة أنه لا يستطيع أن يتمالك نفسه، هي ظريفة بشكل لا يقاوم. بعدها في الصباح، رونا أيقظت ريوتو من النوم وقالت له: إلى متى سوف تظل في فراشك؟ وهو عندما نظر لوجهها قال أن هذا حقيقي وليس حلم، سوف يقضي الصيف كله في نفس المنزل مع رونا. بعدها قرروا أن يذهبوا لأنهم سوف يشتغلون مع عمها في اللونا مارين، والتي هي عبارة عن مطعم مقهى، وفي نفس الوقت يمكنك أن تستأجر من عندهم أي شيء سوف تحتاجه في البحر. وكانوا يستقبلون الزبائن ويأخذون طلباتهم، وكانوا يعملون بشكل جيد جدا. لكن رونا كانت محترفة لأنها اشتغلت من قبل ولديها خبرة، عكس ريوتو الذي كان يشعر بالخجل لأنه لم يشتغل من قبل وهذه أول مرة. لكن بدأ يعتاد على الوضع شيئا فشيئا حتى أصبح محترف أيضا. لكن بالرغم من أنه كان يعمل بجد، إلا أنه في وقت الاستراحة يقوم بحل الواجبات التي عليه، يعني لا ينسى الدراسة حتى في وقت العمل. لكن فجأة جاء بعض الشباب والذي يبدون جانحين، وكانوا يسألونها هل هي لوحدها، ويقولوا لها أنها ظريفة. وريوتو كان يلاحظ كل شيء ويرى كل شيء، كيف يتحدثون معها بتلك الطريقة السيئة، بالإضافة إلى أنهم يبدون مخيفان، حتى أنهم كانوا يقولون لها أنه عليها أن تختار واحد من بينهم. وبسبب نسبة الذكاء المنخفضة جدا التي لديهم كانوا يتشاجران مع بعض، حتى تدخل ريوتو وقال لهم: هل أنتم أتيتم لحجز خزانة أو لتناول وجبة؟ وهم تفاجأوا عندما تحدث معهم ريوتو وقالوا له: إذن أنت تشتغل هنا بدوام جزئي ولم تكن مجرد زبون. لهذا قرروا أن يذهبوا وقالوا لرونا أنهم سوف يعودون مرة أخرى، وهذا يعني أنهم جاءوا خصيصا لرونا عندما لاحظوا أنها بقت لوحدها في المحل لأن عمها ذهب لإحضار المؤن. لكن قبل أن يخرجوا سألوها من سوف تختار من بينهم وبين العامل بالدوام الجزئي، يعني واحد من الثلاثة، من سوف تختار من بينهم، لتقول لهم أنها سوف تختار حبيبها الذي هو ريوتو. لهذا هم استسلموا وقرروا أن يغادروا. لكن رونا كانت منزعجة جدا وقالت أنه هي دائما تقع في مثل هذه المشاكل، يحاول أمثال أولئك الأغبياء أن يتحدثوا معها دائما. ليقول لها ريوتو أنه آسف لأنه لم يساعدها عندما جاءوا، لتقول له هي أنها عليها أن تشكره لأنها مسرورة جدا لأنه يوجد بجانبها الآن. وكذلك لاحظت أنه يعمل بجد ويدرس حتى في أيام الراحة. ليقول لها أنه عندما أرسل والده الملابس الخاصة به أرسل أغراضها المدرسية أيضا، وهي كانت متحمسة جدا وقالت له أنه ذكي جدا وهي متأكدة من أنه سوف يلتحق بجامعة عظيمة. لكن هو كان يقول أن ذلك بعيد عنه وليس ذكي لتلك الدرجة، لترد عليه هي أن يمنا تخطط أن تذهب لمدرسة للتدرب على العناية بالأظافر بعد التخرج والحصول على شهادة. لكن والديها مطلقة لهذا لا يمكنها الاعتماد على المال من والديها، لهذا هي تعمل طول الوقت لتوفر المال الخاص بالتعليم. وهو صدم من هذا لأن هذه المعلومة لم يكن يعرفها من قبل. بعدها قالت له أن صديقتها الأخرى أكاري تخطط هي أيضا الذهاب لمدرسة الموضة، وهذا يعني أن الجميع فكر في مستقبلهم بالفعل. لكن رونا لا تعرف ما الذي سوف تفعله حتى الآن، بالرغم من أنها حققت بالفعل الهدف الذي رسمته من أجل سنوات الدراسة في الثانوية. ليسألها هو عن ذلك الهدف، لتقول له أن هدفها كان تطوير مشاعر متبادلة مع شخص تظن أنه يمكنها البقاء معه للأبد، بالإضافة إلى البحث عن مكان تستقر فيه، لأن العيش مرة أخرى مع أمها وأبوها وماري كالسابق كان أكبر أحلامها دائما. لكن لم ينجح ذلك، لهذا أرادت تكوين عائلتها الخاصة وأن تكون أم للكثير من الأطفال وأن يكون لها زوج تحبه كثيرا. بعدها نظرت لريوتو وقالت له أنها تظن أن هذا حلم مبالغ فيه. ليقول لها هو لا، ليس مبالغ فيه، وكان سعيد لذلك. لكنه قال مع نفسه أنها قضت وقت أكثر منه بكثير في التفكير بشأن المستقبل، وليس مستقبلها فقط بل حتى في المستقبل المشترك بينهم. لكن قال أن عليها الآن أن يدرس بجد أكثر من أجل الامتحانات الجامعية، والأغلبية سوف يظن أنه قرر أن ليفكر في المستقبل مع رونا، لكن على العكس تماما، لأنه الآن بالرغم من أنه لم يقلها لكنه سوف يفعلها، لأنه قرر أن يدرس بجد ليلتحق بجامعة جيدة جدا ليحصل على علامة جيدة جدا، وبالتالي سوف يكون لديه عمل جيد جدا، سوف يعيش حياة جيدة جدا، وسوف يستطيع أن يوفر لرونا كل الأشياء التي تحلم بها. لأن رونا هدفها ليس أن تشتغل بل أن تكون أم في منزل زوجها، وهذا يعني أنه سوف يكون هو الشخص المسؤول عن كل شيء في الأسرة. لكن فجأة سمعوا، وعندما ذهب ليتفقد الأمر وجد أن رونا هي التي تصرخ لأن البطاطا انتهت وكانت تريد أن تطبخ يخنة اللحم البقر. لكن تفاجأت عندما وجدت ريوتو أمامها وقالت له أنها كانت تريد أن تفاجئه. ليرد عليها هو: هل كنت تريدين أن تطبخي يخنة لحم البقر من أجلي؟ لكن هي قالت أن عليها أن تذهب الآن بسرعة لشراء البطاطا. ليقول لها
هو أنه يريد أن يرافقها ليذهب معها ليتسوقوا معا. بعدها ذهبوا للمتجر وأخذوا كل الأغراض التي يحتاجون لها وعادوا بسرعة للمنزل. بعدها بدأوا يجهزون كل شيء ويطبخون معا لتقول له هي أنهم ذهبوا وتسوقوا معا وعادوا للمنزل والآن يطبخون معا. يكاد أن يكون زوجين وهو وجهه أصبح أحمر بسبب الخجل. وفي الأخير انتهوا من الطبخ وكان مذاق اليخنة ممتاز جدا. في الجهة الأخرى ماري عادت للمنزل ووجدت أمها تطبخ والتي قالت لها أن الجدة اتصلت بها وسألتها متى سوف يأتون لزيارة. لهذا هم يخططون أن يذهبوا في المهرجان الصيفي كالعادة. وسألت ماري عن رأيها وماري وافقت لتقول لها أن الجدة قالت أن رونا هي وصديقها من الفصل اسمه ريوتو موجودان بالفعل. وماري بمجرد أن سمعت ذلك تغير رأيها وقالت لأمها أنها وعدت صديقتها من المدرسة القديمة أنها سوف تلتقي بها بعد أسبوع، يعني لن تستطيع أن تذهب معها عند جدتها، وطلبت منها أن تعتذر للجدة سايو نيابة عنها. بعدها نهضت ودخلت لغرفتها. لهذا أم ماري اتصلت بالجدة وقالت لها أنه لن يستطيع أن يأتوا. والجدة أخبرت رونا بذلك ورونا كانت تتساءل هل ماري تحاول أن تتفادى لقائهم، بالإضافة إلى أن رونا لم تأتي العام السابق لأنه كان لديها بعض الأعمال وبسبب ذلك لم تستطع أن ترى ماري لسنتين. حتى عندما التقوا في المدرسة هي لم تستطع أن تتعرف عليها في الأول لأنه مضى وقت طويل منذ أن التقوا آخر مرة. ورونا تظن أن ماري تكره كونها في نفس المدرسة والفصل مع رونا، لهذا هي لم تخبر أي أحد عن ماري وهي أختها. الشخص الوحيد الذي يعرف ذلك هي يامانا. ومنذ الصغار كان لدى رونا وماري شخصيتان مختلفتان، لكن رونا كانت دائما تريد أن تتفاهم مع أختها. وسألت ريوتو هل يظن أن ذلك سوف يكون صعب؟ ليقول لها هو أن ماري لازالت بحاجة لبعض من الوقت، لكن أنا أظن أنها تستطيع أن تفهمك. لتقول له رونا أظن أن الذي سوف أقولها الآن قد يبدو غريب، لكن إذا استطعنا هل من الممكن أن نصبح صديقان لماري؟ لأنني أظن لو ذهبت وتحدثت معها مباشرة على أساس أني أختها سوف ترفضني، لهذا أحاول أن أكون صديقتها. ليرد عليها ريوتو إذن أنت تريدين أن تصبحي صديقتها دون أن يعلم أي أحد أنكما أختان. لتقول هي أجل وسوف أسمي هذه الخطة مشروع الصداقة وسوف أتقرب منها خطوة خطوة عندما يبدأ الشتاء، لأنني أريد أن أتشارك معها المثلجات كما السابق. وفجأة أصبحت رونا متسوقة للفصل الدراسي الجديد. بعدها عاد ماو عم رونا وأحضر معها الهاتف الخاص برونا لأنه تم إصلاحه، لهذا هي بسرعة دخلت لتتفقد الرسائل ووجدت أن لديها الكثير من الرسائل الغير مقروءة. بعدها قررت أن عليها أن تقوم بكل الترندات التي فاتتها على التيك توك، لكن ليس لوحدها بل هذه المرة مع ريوتو. وفي الغد ذهب لكي يشتغل، لكن مر أسبوعان منذ أن بدأ العمل في اللونا مارين، لهذا ما أعطى ريوتو راتبه وهو في الأول لم يكن يريد أن يأخذه لأنه كان يسكن معهم في نفس المنزل. لكن ماو أصر على ريوتو أن يأخذ راتبه، وهو عندما أمسك راتبه قال أن هذه هي أول مرة يكسب فيها المال بنفسه. بعدها ماو قال له اليوم هو الذكرى الثانية لمرور شهرين على موعدتكم. ريوتو تفاجأ كيف استطاع أن يعرف ذلك؟ ليقول له ماو أن عليه أن يستخدم ذلك المال لمنحها مفاجأة كبيرة جدا في مهرجان الليلة. بعدها قرر أن يعود للمنزل، لكن عندما عاد تفاجأ أن رونا أصبحت أجمل 5 مرات ضعف ما كانت عليه. ليقول لها هو أنها تبدو جميلة جدا، لكن هي قالت له أن ردة فعله كانت أكبر بكثير تجاه الملابس السباحة وهذا يعني أنه منحرف. ليقول لها لا هذا غير صحيح، أظن أنك تبدين جميلة جدا بهذا الزي. بعدها هو دخل أيضا لكي يغير ملابسه. بعدها ذهبوا للمهرجان وقاموا بلعب الكثير من الألعاب وأكلوا الكثير من المأكولات. بعدها صعدوا لقمة الجبل وكل 5 دقائق يسألها هل هي بخير، هل تستطيع أن تتمشى. لتقول له أنها بخير فهي معتادة على الكيمونو. ليقول لها هو أن هذه هي أول مرة يخرج فيها مع بنت وهو يرتدي هذا الزي، بالإضافة إلى أن هذا هو أول مهرجان يذهب له منذ الابتدائي وكان يظن أن التفاح المحلى صعب الأكل، لكن عندما جربها الآن كان جيد جدا. ورونا بدأت تفكر وقالت أن أول شيء اشتراه أبوها لها هو التفاح المحلى. بعدها توقفت وقالت أنه دائما تمنت أن تتزوج بأول شخص تواعده كوالدتها. وعندما ترى ريوتو يقوم بتجربة هذه الأشياء لأول مرة مع من يحب، ذلك يحزنها لسبب ما لأن هذه ليست أول مرة لها، لأنه سبق وتمشت مع صبي بالكيمونو وأكلت الذرة بالجبن وصيد السمك الذهبي وأكلت التفاح المحلى. كل هذه الأشياء سبق وأن فعلتها مع أشخاص آخرين، وهي الآن تتمنى لو أنها كانت هذه هي مرتها الأولى. وبدأت تبكي وهو تفاجأ بسبب ذلك، وهي تقول أنها تتمنى لو كان بإمكانها أن تمحو ذاكرتها
لأنه حضر الكثير من التجارب لأول مرة في حياته معها، وذلك يسعدها كثيرا، لكن هي لا تمتلك أي شيء لتجربته معه لأول مرة. ليرد عليها هو: بلى لديك، حتى وإن كنت اختبرت ذلك الشيء مع أشخاص آخرين فأنت سوف تشعرين بشيء مختلف عندما تقومين بذلك معي، وذلك سوف يسعدني كثيرا. بعدها هو أخرج الهدية التي اشتراها لها بمناسبة ذكرى مرور شهرين على بدء مواعدته، وكانت الهدية هي خاتم عليه حجر القمر، وقال لها أن هذه الهدية لا تساوي أي شيء مع كل تلك الأشياء التي عاشوها معا، لتقول له هي أن هذا الخاتم يكفيها، بل فوق كل ذلك هي تشكره لأن وجوده بجانبها هو أكبر هدية حصلت عليها. بعدها هو قام بتركيب الخاتم في يدها وقال لها أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكنهم أن يجربوها معا مستقبلا. بعدها اعترفوا بحب بعضهم البعض وجلسوا ليشاهدوا الألعاب النارية. لتنتهي الحلقة السابعة من الأنمي، أتمنى أن ينال إعجابكم هذا المقطع. لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك، ملتقانا في المقطع.